السلام عليكم، هلا فيكم في مراجعة جديدة. اليوم راح نستعرض معاكم بطارية موبي. مثل ما تشوفون هذه البطارية، طبعا أول مرة استعرض بطاريات في القناة حقتي، أو بالأصح إني ما استخدم باور بانك. فشفت شركة موبي توه قبل أسبوعين أعلنت عن ذي البطارية الجديدة في CEO 2019 وحبيت الشركة معاكم. طبعا الميزة هذه الباور بانك يجي معها ميزة البي دي اللي هي الباور ديليفري اللي أبل تدعمها برضو، وأكثر الشركات الحين الأندرويد يدعمونها. ميزة الباور ديليفري إنها تشحن جوالك بسرعة بطريقة آمنة برضو. طبعا نفتح معكم باتري ونشوف. طبعا من الخلف يقول لك ان تقدر تستخدم الجوال الحين 35 ساعه، التابلت الصغير 13 ساعه، والتابلت الكبير 6 ساعات. طبعا ما ادري اي مقياس حاطينه لان كل جوال يختلف الباتري حقه وكل شيء. ومكتبين لكم برضو من الخلف مثل ما نشوف هنا ان هذا الميزة الباور ديليفري. كانت الشواحن العاديه اللي ما فيها الباور ديليفري راح تشحن معاكم جوالكم ب 5 واط، اما الباور ديليفري راح يعطيكم 18 واط. 18 واط هي السرعة اللي يدعم فيها الايفون الجديد وبرضه يدعمها الايبادات الجديدة. راح يكون فيه مدخلين، مدخل الـ USB-A العادي والتايب سي. التايب سي راح يكون معه 18 واط، والـ USB العادي راح يكون 12 واط مثل ما تشوفون هنا مكتوب. نفتح معكم باتري ونشوف من الداخل. طيب اخيرا اوكي دفينا ذي وطلعت اخيرا، وما شاء الله ما توقعته بهالحجم. طبعا حجم البطري 10050 ملي امبير مثل ما تشوفون، ما توقعته بهالحجم، توقعته حجم كبير. حجمها كذا شو يعني، اتوقع الايباد برو الجديد 12.9 انش راح تشحنها مره وربع تقريبا. من الايباد برو الجديد تقريبا 9000 ملي امبير اللي هو 12 انش اكبر حجم. طيب نشوف العلبه اللي يجي بها. اوكي يجي معاها يو اس بي سي، بس كتالوج والاشياء ذي كلها. طبعا خلينا نتكلم عن بعض الميزات في البطري هذا. اول ميزه يقدر يشحنون جهازين في نفس الوقت. الجهاز الاول باليو اس بي سي هنا راح يعطيه 18 واط، وتقدر تحط يو اس بي العادي الاي هنا وتشحن جهاز ثاني بس راح يعطيه 12 واط، فجهازين في نفس الوقت. هذا اول ميزه. الميزه الثانيه تقدر تشحنها في نفس الوقت وهي تشحن الجوال الثاني، فمكتوب انه لو انك تحطها في الشاحن وتركب جوال تبي تشحنه ما راح يشحن البطري، راح الشحن يوصل للجوال على طول. بعد ما يشحن الجوال فل راح يشحن البطري عندك. هذا ميزه كويسه برضو. هذن الاربعه برضو اللي ناره هنا اللي يعلمك كم فيها البطاريه، البطاريه فيها النصحين مثل ما تشوفون. بس تقريبا هذه كل الميزات اللي فيها. فراح اشحنها فل الحين وراح اجرب اشحن الجوال معاه وبشوف ميزه الباور ديليفري كم راح يستقر معاي شحن الجوال. فانتظر الحين الجوال حقي يطفي، اذا طفى راح اكمل معاكم الفيديو هذا. معاكم بعد ما طفى الجوال مثل ما تشوفون الحين ايفون 10 اس وبطاريه صفر الحين والجوال طافي كامل. راح نحط معاكم الجوالين ديلي. هذا الجوال راح ينبهنا كل 10 دقائق نشيك على الباتري معاكم. هذا الجوال راح نبدا من الصفر للمية نشوف كم يستغرق الجوال يشحن مع البطاريه الجديده. هذه هي البطاريه الجديده الحين مشحونه فل. راح نشوف برضو كم لمبه تطفي بعد ما يشحن الجوال فل. السلك اللي راح نستخدمه هو السلك اللي يجي من ابل الاصلي تايب سي الى اللايتنينج، فراح نركب هذا في الايفون وهذا في ال يو اس بي سي هنا. اوكي بدا يشحن. كل الجوالات تشحن بالشحن السريع من الصفر تقريبا من 60 او 50 الشحن السريع، بعده راح يبطا لحاله. هي ميزه موجوده علشان يحافظ على الباتري ما يسخن، ما يجي له الحراره قويه وتخترب الباتري. فالشحن السريع راح يكون من الصفر ل 50 مثل ما قلت لكم. بعدها راح يكون في شحن سريع بس ما راح تكون نفس السرعه من الصفر ل 50. نبدا معكم الحين نشوف. مثل ما قلت لكم راح اخليها كل 10 دقائق نجي نشيك على الباتري نشوف كم وصلت. الشيء المهم اللي عندنا نبي نشوفه بعد نص ساعة، من الحين ما نشوف العاد قاعد يمشي هنا. وصلنا الحين 50 ثانية، راح نشوف بعد نص ساعة نشوف الباتري هل وصلت 50 ولا ما وصلت. نرجع معاكم طبعا نسرع المقطع الحين بعد 10 دقائق وراح نشيك معاكم. مثل ما شفنا الحين خذنا دقيقتين تقريبا واشتغل الجوال. طيب الحين بعد ما اشتغل 3% الحين وصل. نرجع معاكم بعد ما نوصل 10%. طيب رجعنا معاكم بعد اول 10 دقائق، راح نشيك الحين. مثل ما تشوفون وصل 18% فخلال 10 دقائق. نكمل معاكم الحين 10 دقائق ثانية. نرجع معكم العشرين ثانية، فالحين خذ الشحن 20 دقيقة، وصل معانا
36%. فنكمل الحين 23 فالـ23 وبتكون بعد 30 دقيقة نشوف كم توصل النسبة. طيب رجعنا معكم الحين بعد ما خلص الايفون نص ساعة في الشاحن. نشوف الحين وصل 53%، فنسبة حلوة من 0 إلى 50% خلال نص ساعة. لو نشيك الحرارة ما في أي حرارة، جهاز طبيعي ولا في أي حرارة. نكمل معاكم 10 برضو، راح تكون 40 دقيقة في الشاحن ونشوف. كده الحين بعد 40 دقيقة لو نشيك نشوف كم وصل، 68 تقريبا. بعدها الحين راح تحسون بعد كل 10 دقائق ما راح يكون الشحن سريع في الجهاز، لأنه خلاص ميزة الشحن السريع راح تكون بطيئة. الحين لو نشوف البطارية كم خذت، راحت علينا اللمبة واحدة، فباقي 3 لمبات. الحين نكمل برضو ونشوف بعد 50 دقيقة كم راح يكون. رجعنا معكم الحين بعد 50 دقيقة، شوف الجهاز وصل 78. راح نكمل الحين لين نوصل الساعة من الشحن ونشوف كم بيوصل. طبعا راح اتكلم معكم الحين برضو عن الميزة، لو احد بيسألني عن الشحن السريع، الشحن السريع لأجهزة ابل تدعم البي دي اللي هي الباور ديليفري. فأي باور بانك او اي شاحن يدعم البي دي لازم تشتري معه تايب سي، نفس الحركة اللي وردتكم اياها السلك هذا، وتشحن بجهازك خلاص يكون على الشحن السريع. هنا الحين بعد ساعة كاملة وصل الشحن 84%، يعتبر شيء ممتاز في سلسلة الايفون. طبعا انك بتشحن الجوال من 0 إلى 84% خلال ساعة شيء كويس. فالحين مثل ما قلت لكم خلاص الجهاز ما راح يشحن شحن سريع، راح يكون الشحن العادي. فالحين من 84 او من 85 إلى 100 راح يطول. نكمل معاكم نشوف. هنا بعد ساعة وعشر دقائق نشوف انه وصلنا 91 البطري، فتقريبا راح ياخذ الحين الى 100 يمكن 10 دقائق ياخذ او 20 دقيقة برضو. فراح نشوف العشر دقائق هذه تشحن الجهاز فل ولا لا. كمل معاكم. شوف الحين معاكم بعد ساعة وعشرين دقيقة وصل 95. العشر دقايق دي ما حركت الا 4%، فلازم ننتظر الحين برضو 10 دقايق ثانية ونشوف هل بيوصل 100% ولا ما يوصل. طيب الحين بعد ساعة ونص جهاز برضو وصل 97%، يبي الحين 3%. احنا ما راح ننزل الجهاز، بخليه كذا في الاشعارات، تقدرون تشوفون النسبة من هنا ونشوف متى يوصل 100%. وصل الحين 98. طيب رجعنا معاكم بعد ما كملنا ساعة واربعين دقيقة، شيك إلى الآن 99. رح نعطي برضو 5 دقايق ونشيك. يبا خلينا نتكلم الحين قبل ما يوصل 100%، بس بعيد أشياء قلتها قبل شوي. مثل ما قلت لكم الجهاز الشحن السريع راح يكون من 0 إلى 60 تقريبا، أو من 50 إلى 60. بعدها راح يبطأ، كل ما يقرب 100 يبطأ.
الحين 99 راح تكون أطول مما كانت 98. هذا الشحن السريع وهذا أسرع شحن لو تريد تشحن الايفون 10 أو 10S أو 10S ماكس. هذا أسرع شحن بالشحن البي دي اي اللي هو الباور دليفري 18 واط. طبعا في الأجهزة الأندرويد والأجهزة الثانية فيهم شحن أسرع وفي بنص ساعة يوصل 100%، لكن في أبل هذا أسرع شحن. فعلى ما يوصل 100% نشيك كم نسبة، نفس الحركة ما نقصت إلا واحدة. فإلى الآن يعني نقدر نشحن الآيفون يمكن 3 مرات أو 4 مرات فول، توصل 100% خلال كده 3 دقائق أو 4 دقائق. اللي حاب نسوي فيديو ثاني نشحن فيه الآيباد الجديد 12.9 إنش الشحن السريع، ونشوف كم جاي يستغرق من 0 إلى 100. يكتب لي تحت التعليقات وإن شاء الله أسوي لكم فيديو خاص للآيباد. واخيرا وصل 100%، راح نقول 2 ساعة إلى 3 دقائق. طبعا خذ وقت طويل لكن برضو اسرع من الشحن العادي اللي هو 5 واط اللي يجي في العلبة. فشحن من 0 إلى 100 في 2 ساعة إلى 3 دقائق. فهذا بالشحن السريع بالباتري مثل ما قلت لكم. هذه اللي حابب برضو اني اسوي الشحن السريع مع الايفون نفسه هذا، لكن مع الشحن السريع اللي يجي في البتل ايباد برو الجديد. اكتبوا لي تحت التعليقات وراح اسوي لكم اياه. وبس، وفي نهاية الفيديو إن شاء الله البطارية عجبتكم، ورابط القطعة موجودة تحت من الشركة نفسها. تقريبا قيمة القطعة الآن في جانيوري 2019 قيمتها 79.5 دولار، تقريبا 80 دولار، فبيكون 300 ريال. فرابط القطعة موجود عندكم تحت في الوصف. وفي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وتظرون فيديوهات ثانية. والسلام عليكم.